التفاصيل وما يمكنش تفهم. شوفوا اللوب، شوفوا الباك هي كي دايره، ما يمكنش ما اسمها الماهر. السلام عليكم. عارف راسي مقفره معكم، عارف والله تعرف عارف، اسمحوا لي وصافي والله اسمحوا لي دراري. كانت تشامبيونز ليغ، داكشي علاش درنا لكم جوج ديال الدرافتات، واحده ديال الباير والريال مدريد وواحده ديال دورتموند والبي اس جي. وموراها كانت عندي الخدمه الدراري، والله كنت خدام في الصباح ما تنعش، شوف عيني كي ولاو ما تنعش اخوتي. فعدرونا الدراري، داكشي علاش لحقت لكم جيم كانت ديجا واجده عندي، فلحقت لكم تفرجوا فيها. مي غير سمحوا لي وصافي الدراري، والله الخدمه والله 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 راني داير ما في جهدي باش نحط لكم ونحترم لومبلوا دي طون ديالي، واللي هي اثنين خميس سبت، وتكون فيها مهنه لاعب ولا كانت شي فيديو زايده نحط لكم في وسط السيمانه، فنقدروا نوصلوا للسيمانه اكثر من 4 خمسة الفيديوهات. غير هو الإيديتور خاص يكون ناضي، فغير سمحوا لي يا اخوتي هادشي اللي كاين. انا اعتذر، جو سوي تري ديزولي. اش موجد لينا؟ طلقنا اخويا، طلقنا اش موجد لينا اليوم؟ قبل ما نهضروا على الماتشات اللي عندنا اليوم، فانا كنبغي نذكركم ان الحلقه اللي فاتت كنا بدينا فيها شنو؟ تشامبيونز ليغ خويا الزين، فين ماركيت واحد من بين احسن الاهداف ديالي في مهنه لاعب. ايها سيدي، ضربه مقاسيه، كيف ما اعتديتوا على داناس ولفتوني بها. ايوا اخوتي، حنا تزادينا قباح ما عندنا ما نديرو، فين كملنا الماتش بالنتيجه ديال 3-0 كيف ما كتشوفوا معايا. فاحنا دابا محتلين الصداره، 3 نقاط كنقتسموها مع سبورتينغ لشبونه، فريق السابق لكريستيانو رونالدو. في كتجي دورتموند في المرتبه الثالثه هي الفريق الدنماركي. دونك ماتش دينا منه 3 نقاط، شي حاجه اللي زوينه، لكن في هذه الحلقه كاينه تشامبيونز ليغ. بلاتي بلا ما نزرب عليكم دابا ونكملوا شنو وقع في الحلقه اللي فاتت. فكنا لعبنا كلاسيكو ناري ضد اليوفي الكبير العجوز اخوتي اليوفي، فين ضربناهم بالنتيجه 4-0، حتى شي واحد ما كان كينتظر هذه النتيجه هذه. وفي اخر ماتش ضد كالياري. دونك ملي بدينا الموسم حتى لدابا فاحنا حاصلين على العلامه الكامله اللي كتعني اي ماتش كنلعبوه فاحنا كنربحوه. فهذا الشيء كيخلينا اننا نتصدروا السيريا كيف ما كتشوفوا معايا بالراس ديال 18 نقطه. اللهم بارك فوق كل من اتلانتا اليوفي وساسولو. علاش هاد الحلقه غادي تكون متميزه؟ فالماتش الاول غادي يكون اخوتي عندنا مع ساليرينتا. المهم كتقرب حالك اخوتي، ما عندي ما عندي. واللي الصراحه في الكلاسمون كيف ما كتشوفوا هما 70، دونك سافا دايزين، ماشي شي فرقه اللي غادي تكون ساهله. وثاني ماتش اخوتي غادي يكون في تشامبيونز ليغ ضد من؟ ايه راكم عارفينها، دورتموند. غادي يخرجوا عندهم اخوتي في تيرانهم، دونك غادي تكون المهمه ديالنا صعيبه وصعيبه بزاف. فاتلانتا غادي نلعبوا معاهم في اخر ماتش، ايه سيدي، غادي يكون ماتش صعيب وصعيب بزاف، فين كل واحد فينا غادي يحاول انه سوا هما يقلصوا الفارق سوا حنا نقطعوا عليهم. هادشي اللي كاين. فلا كان شي عنوان مناسب على هذه الحلقه هذه كنظن اننا نقدروا نقولوا توسيع الفارق على الفرق المطارده. ويلي 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 اخوتي، اسمحوا لي، مالك العناوين؟ شوف العناوين الدراري، ما جيتو كنت يوتيوبر راه تلقى العناوين ناضيين، فهمتي؟ خصو يفهموني اخوتي. صوا الدراري، انا فريمون عيان اخوتي، وبورتو راني تنصور لكم ومسافر لالمانيا. وباي ذا واي تسناو الفلوغ اللي غادي تحط في لاشين الثانيه، مازال ما مفروينش الدراري لاشين الثانيه. ها داناس اوف، روجوا الدراري سيروا تفرجوا فيها الدراري، كنلوح لكم فلوغات ناضيين غادي يعجبوكم. غيعجبوكم، ما كاينش غير الجيمنج، كاين حتى الفلوغات. فاللي مانتيريسي بالفلوغات فيمشي فولوي لاشين الثانيه بروجو، ولا راه فيها كونسيبتات واعره. المهم دابا انا مازال مشيتش المانيا، ولكن غنسالي هذا الشيء هذا غنتحرك ان شاء الله. سو هادشي اللي كاين الدراري، ما تنساوش بيان سور زر اللايك، وكنبغي نشكركم على 20,000 لايك الدراري، والله ميرسي بوكو 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 الدراري. وتنقرا كاع لي كومونتير، فشكرا لكم بزاف الدراري. علاش ما نحطموش الروكور في هاد الحلقه هادي نوصلوا 30,000؟ يلا شحال ما درناش الدراري، 30,000 لايك راه فغيمون والو الدراري، اكثر من 200,000 واحد كيتفرج في هاد الفيديو هادي، فما غاتخسر والو. تنزل لتحت ديك اللايك سبسكرايب، وفهموني اخوتي عناو بيا باش تلعن عليا بيكم، وفهموني. ونزيدكم واحد الجروب تيليجرام اللي كتعتبر من احسن الجروب تيليجرام في المغرب بالنسبه لي باريس سبورتيف، فهم غادي يعاونوكم بزاف. فراك شي مهتم بالامر غتلقى اللينك في الديسكريبسيون اول كومونتير. وبلا شك ما قلتوش ليا بصحه الدراري الكويديما، فملي كنقولوا الكويديما خصنا اللعاب ديالنا حتى هو تكون عند الكادومه، ما يمكنش انا نكون عند الكادومه ويدخل بموستاشو. احنا راه الواقعيه الدراري، احنا ما عندناش في هذاك الشيء ديال، فهمتي؟ كيف ما هو هذا اللعاب خصو يكون بحالي، فهمتي؟ ولا حيد. هذه مزيانه، هذه كتبان الحلاوه، كيشبه لي ولا ما كيشبهش لي، فهموني. يلا سير، دابا كيبان لي اللعاب ديالنا ناضي. هل تريد الحرف؟ نعم اريد اريد. وبلا مقدمات ما غاديش نهضروا بزاف، غنمشيو مع اول ماتش ديالنا اللي هو 4 اكتوبر 2025 ضد ساليرنيتا اخوتي، واللي غندخلوهم فين؟ في السانسيرو، في التيران ديالنا، فما خصناش نغلطوا. غاديين مزيان، خصنا نبقاو غاديين بهاد الموتيفاسيون هادي، سورتو انه هاد الماتش هذا غير قبل من الماتش ديال دورتموند، فراكم كتعرف فلا ربحتي شي ماتش بحال هكا فغادي يعطيك واحد الموتيفاسيون ويعطيك واحد الانرجي اللي هي بوزيتيف باش تمشي وتخرج تلعب الماتش ديال تشامبيونز ليغ معنويات مرتفعه. دونك ما خصناش نغلطوا،
فهموني واللي ما فهمت انا علاش عيان علاش عيان والله ما عيان والله لا حسوا بيا فيفا سبحان الله عرفوني الدراري دابا مع الخدمه وداك الشيء عييت سبحان الله هادشي في شكل والله انا وقدابري عيانين ما عرفتش علاش عيانين وقال حش لعب الماتشات بزاف اي ثينك المهم كيف ما كتشوفوا التشكيله راه هي هذه لا شيء يذكر كيف ما ولفتوها فراه هي هذه دونك غادي نمشيو على بركه الله الماتش مع 6 العشيه الحلاوه بغينا نشوفوا هادشي هذا سير اخويا سير حنا واجدين باش اننا نلعبوا الله الله تكون شي نتيجه زينه كيف ما كتشوفوا معايا الجماهير جايه كلشي باغي انه ياخذ الطروا بون اللي مهمه ومهمه بزاف يلا خويا لوطارو دير الدور ديالك دير الدور ديال القائد وعطينا النصائح الزوينه باش نعرفوا شنو غنديروا في هذا الماتش هذا شنو كيطلب مني انزاغي اهداف بتمريرات حاسمه المراوغه ناجحه تقييم ديال المباراه ديال التسعود انا كيخلعني هذا الشيء كيخلعني هذا الشيء علاش حيت كنقول الدراري انزاغي جالس كيحقر في الفرقه الاخرى وما خصش يكون هذا الشيء اذا على بركه الله سيداتي وسادتي ساليرينيتا انتر في سان سيرو لوطارو مارتينيز لعند باريلا باريلا قلت ليا حط باس ماشي مشكل يلا خويا لوطارو اول تسديده مزيان قال لي المدرب حط باس حطيت باس هادشي اللي عليا راني تنديرو ياك الزين ها ياك الزين يلا جي عطيني الموتيفاسيون الله هاد البوسه هادي غادي تجيب لنا شي بيده اوكي دونك غندير واحد اللعيبه الزينه هو اننا غنمشيو غنستقبلوا الكره وغترجع ليا انا متاكد غترجع ليا اه غترجع دابا ديما تخشاش الدراري زعما هادي دابا قولوا لي هادي ودابا ما تخشاش والله الا حرام والله اذا دقيقه 4 كتمشي من عند لوطارو مارتينيز يلا لوطارو يلا لوطارو يلا خصني نحطك باس يلا خا لوطارو من اين لك هذا يا خويا يا لوطارو يا مارتينيز معلق ناضي وهو راه كره خطيره خصني نحط الباس الباس خاصو يتحط وكيف ما كتشوفوا لوطارو مارتينيز كيزقل ليا ثالث محاوله على التاوله الدقيقه 7 والدقيقه 7 ثلاثه المحاولات هنا كنعرفوا واحد الحاجه كنشوفوا ان اشنو كنشوف اشنو كنشوفوا باور شات لا كنشوفوا سيداتي وسادتي ان انتر الدراري ما جيش اليوم يضحك ما جيش انه يطراولي ما جيش انه يلعب جاي انه يحيد هذه الكره بلاتي بلاتي سير هيا هيا لوطارو انا قطعتها والله الا ما غتيش ماركي الله يرحم الوالدين باس ديسيسيف باس ديسيسيف وما يمكنش زقلنا عليهم خمسه المحاولات في 10 دقائق مرحبا مرحبا زينه هذه زينه هاي خويا لوطارو يلا خا لوطارو عاوتاني هي اصلاري هي واعره هاي باس ديسيسيف في هذا بيت هذا ما تقولش لي يزقلها ما تقولش لي هذه الهضره قلتي لي المدرب حط باس حطيت باس السلام عليكم قلنا بري شكرني لا والله تشكرني بالله والله تشكرني على هذا الباس هذا شوف حشوم هذا يزقلو اصلاني شافني بعدا شي حاجه زوينه هذا المهم ما تزقلوش هذا والله ما تزقل هذا البيت هذا ازقوا الدراري حنا بادين زينين سير خفوفانا سير خفوفانا هزه هذا بيت واعر ان شاء الله اي 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 عرفتيكم حيداش بالراس عرفتيكم حيش هذا بالراس السلام عليكم اخوتي راكم عارفين في هذا البيوت كيدير الان كره كترفش عند عفيف اوه عفيف جابوه من العين الاماراتي ود كلعب معاهم عفيف داك نيمار ديال بلعاني شوف راه زقلونا بعدا راه كانوا غيماركيو على بالتعادل دونك هادشي علاش خصنا نجمعوا معاهم راسنا اصلا عند باريلا اللي كنت كنعيط ليه باريا وغير سمحوا لي يا اخوتي مرحبا هيا الدراري باس طويل هنايا يلا خويا لوطارو مارتينيز اي مور ثلاثه المحاولات ومع الاربعه اللي دار يلا ماركا بيت هنا كتبان لكم الحس الهجوم كاين كيبان لكم داناس الفرق ما بين داناس وواحدين اخرين داناس فهمتي تجي محاوله تستغل سالينا شوفوا لي لوطارو كيضرب البيت الثاني فالميطا الاولى شي حاجه اللي واعره بزاف وحنا الدراري دابا شوف كرشنا حنا ما كبيراش حنا كتجينا كره كنحطوها صافي لعبي معاهم دقه دقه تيكي تاك يلا يا لوطارو الان وجميله فوفانا ليتس جو والدراري الرؤية وشوفوا لي لومبلاسمون ديال لو جوار شوفوا لي لومبلاسمون ديال من ديال داناس الاس تي اللي كيعرف كيفاش يتمركز شوفوا لي حط الباس رفيع فوفانا قبل ما تنزل من سماها لماها كتحط عند داناس الهداف كيف ما كتشوفوا معايا شوفوا الكونترول شوف ما كاين لا كونترول لا والو مع جاية مع راجعة سالينا 3-0 في الميطة الأولى هما بارك عرفتي كنشوف لقها بهاد العام هذا ما عرفتش علاش الدراري عمرني استمتعت مع شي فرقه بحال هكا كثر من الانتر ما يمكنش حداو راسكم يا ريميرو داي راسك وبقى مستيقظ الله الدقيقه 40 في اي لحظه ممكن انهم يماركيو واننا ندخلوا في حسابات اللي غادي تكون معقده يلا يا لوطارو تسناني تندوز يا خويا يا لوطارو هاي نلعب انا وياك ان دو لوطارو ممكن تحط الباس ممكن اخويا لوطارو خاوي في عمره الان وهذه باكيه سالينا خاوي في عمره تنضرب البيت الثاني ليتس جو الدراري اللهم بارك وديما الدراري
ديما شنو المشيه المعفر تعفر بشويه داكشي ديال ماغريكور اخوتي. اه ملي كندوي على ماغريكور رحت لكم فلوغ وانا كنلعب اليو اف سي داكشي ديال الليغا. اتونسيون الدراري فاش ما جيتيني ناضي السلام عليكم. المهم راه تلقاو في دناس اوف بغيتو سيرو تفرجوا فيه ولا عرفتي شنو انا نسهل عليكم تلقاو هنا. يلا اخوتي كره عند باريا غنابري الان غنابري غنابري ما سونطراج متحمس هذا صراحه ما سونطراج ما والو هذا. اوكي بلان 4-0 في ميطا الاولى اللهم بارك اخوتي كنت كنتظر بصراحه يكونوا واعرين على هادشي اللي كنشوف دابا. انا فرحان صراحه زعما ما عندي ما نقول. اذا سيداتي وسادتي نعود بالجوله الثانيه من هذه المقابله التي صراحه كنشوفوا تفارق كبير في الاداء. عندو الان لوطارو ودناس. لوطارو الان هذه جميله كتمشي عند دناس الكرات اللي كنبغي الكرات اللي كيمشيو في الجهه اليسرى كيف ما كتشوفوا كيمشي عند فوفانا الان فوفانا عند لوطارو وباريلا. باريلا يشارك وتهو في مهرجان الاهداف 5-0 اصبحت اي 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 نتيجه صراحه صعيبه وصعيبه بزاف على هذا الفريق ديال سلامانكا عرفتي سميت هاد الورقة. المهم كيف ما كتشوفوا معايا باس ديسيزيف ديال لوطارو مارتينيز وباريلا في الجهة اليسرى للحارس ما تيخليش ليه لو شوا تي ماركي بيت الخامس صعيبة هاد النتيجة الصراحة. هذه ممكن انها تشكل خطر على الحارس ريميرو كيف ما كتشوفوا عندنا الان الكرة خطيرة جدا لكن الحمد لله ريميرو كيحيد هاد الكرة هادي. يلا هادي زينة هادي زينة يلا سير هرب ليا انت لوطارو خويا. انا ما بغيتش تشماركي مزيانه هادي ها هي باس طويل هنا هاك يلا سير تشماركي صافي سالينا الدراري سالينا. شوف كنظن الدراري درت هاد الماتش كلشي حطيت الباسات ماركي درت فريمون كلشي 6-0 هادو دروخ يكونوا مشلينا خوتي ما يخسروا في 6-0 حنا لاعبين الماتش ديال الكره ولا ديال الباسكت خوتي خصني نرتاح للماتش الجاي دونك غادي نطلب التبديل. صافي رابحين مأسورين لا فيكتوار عارفين ان الفرقه ديالنا غادي تربح داكشي علاش غادي نخرجوا اخوتي. وكيف ما كتشوف كنماركيو جوج البيوت اللهم بارك اللهم لا حسد وغنديروا حكي ما تبقى من المباراه. تخيلوا الدراري تعادلوا لا ما يمكنش صعيبه صراحه. اوكي كيسال الماتش 6-0 داكشي اللي كنا كنشوفوا كيف ما كتشوفوا معايا ربحنا هذا الماتش اللي كان ايزي بزاف. تخيلوا معايا نسبه الاستحواذ ديالنا 63% مقابل 37 اليوم هما ما عرفتش علاش كانوا عيانين. المهم حنايا الدراري اللي بينا هي 3 بوان وكيف ما كتشوفوا معايا اخوتي درنا كلشي قلت عليكم داكشي علاش خرجت سينو ما كنتش غنخرج كنت غنبقى مقاتل حتى لاخر دقيقه. وهادو هما الاهداف اللي درنا حطينا باس درنا المراوغات ناجحه ديال 100% التقييم ديال المباراه ديال 10 شنو هي 100% الدراري ديال المراوغات ناجحه يعني اي دريب كنديروه كيستقلينا. وكيف ما كتشوفوا معايا الدراري عندنا كويل ديال بصح اليكس ريميرو اخوتي. تخيلوا معايا 5 الماتشات كلين شيت من اصل 7 يعني غير جوج الماتشات اللي تمارك عليه بيت وفي كل ماتش كيتمارك عليه غير بيت واحد انتم تماركوا عليه غير جوج البيوت راه ما يمكنش والله الا خونا هربان شحال داير 45 مليون لا انا اكثر منك انا ندير 100 مليون انا غالي اخويا ريميرو. والحاجه اللي كتهمنا هو ترتيب كيف ما كتشوفوا معايا حنا لاعبين 7 الماتشات خسرنا 0 تعادلنا 0 7 الماتشات 7 الرباحات الحلاوة الدراري انا مرتاح في الفرقة عرفتي ما يمكنش والله الا شوفوا احسن قرار درت في حياتي هو انني جيت للانتر وكنفوتوا فوق كل من اتلانتا اللي محتلين المركز الثاني ب 15 نقطة واللي عندنا ماتش معاهم مورا دورتموند اي دونك المهمة ما غاديش تكون سهلة مي حنا دابا مزيانين في الدوري غادي بمعنويات مرتفعة ان شاء الله للماتش الجاي اللي هو ديال دورتموند. ولا عقلتوا الدراري في الحلقة اللي فاتت كنت انا ودوكو ومارتينيز وغونزاليس اللاعب ديال فيرونتينا كنا مأهلين باش اننا ناخذوا جائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر فأخوتي كما نقول لكم بلي حنا هما أفضل لاعب لشهر سبتمبر أخوتي حنا زدنا قباه ما عندي ما ندير ليهم. انا جيت الدراري لهاد الدوري هذا ما جايش نضحك اخوتي ما جايش نتفلى جاي ماركي جاي نحط الباسات جاي نعاون الفرقه جاي ندي الشامبيونز ليغ جاي ندي السيريا باغي ندي حب وتبان. السلام عليكم كيف ما كتشوفوا معايا اخوتي دناس هو لاعب الشهر وهادشي اخوتي ماشي بايدي بيان سور بسببكم نتوما اخوتي حيت كندير ما في جهدي باش انني نفرحكم نتوما دونك انا ربي كيجازيني ما تعرف هاد الدراري الجيمنج اووردز راه قربات ما تعرف هاد الدراري شي تراو فيه تاني ويكون الباك تو باك. المهم بقى
تلقاو على القرصه الدراري انفو غيتحطوا لي فوت غنعول عليكم الدراري هادشي اللي كاين. سو كتقول الصحافه باللي حصل دناس على جائزه افضل لاعب لشهر سبتمبر. الاداء المذهل للاعب دناس في صفوف فريق انتر جعله يربح جائزه افضل لاعب في شهر سبتمبر في الدوري الايطالي. شي حاجه اللي زوينه وعندنا خبيره اخوتي الماتش الجاي ديال دورتموند في كتقول الصحافه فيه التوقعات تتزايد قبل مباراه الاسبوع في تشامبيونز ليغ بين اجي اف وسبورتينغ لشبونه. حنا مالنا حنا ما فهمتش علاش كنقرا هادشي هذا ما سوقيش انا مالي انا سوقي اخوتي دو على فرقتي نقول لكم ولكن دابا انتما كتقولوا لي واحد الفراقي ما عندي حتى شي علاقه بهم خوتي صافي السلام عليكم ماشي الماتش الجاي. اوكي بما انني لاعب الشهر اخوتي فكيخصني انني نقول شي كلمه. عندنا سوا ترقبوا المزيد تسناو داكشي من هنا لقدام كل شيء متعلق بالفريق. شكرا للجماهير. اول شيء كنبغي نشكر الجماهير اللي مسانداني فيما مشيت فشي حاجه اللي صافي بليزير. كنبغي نشكركم وكنبغي نقول لكم بلي مازال ان شاء الله جاي الخير من هنا لقدام ان شاء الله ما كاين غير الخير. هادشي اللي كاين اخوتي شكرا لكم بزاف. شكرا شكرا على هذه الجائزه الزوينه. فين غادي يعطوني اخوتي 60 نقطه ديال النقاط المتفرد. وبما انه عندنا ماتش صعيب فكيخصني انني ندير تدريبات حيت راه كنكون مشو اللياقه ديالي البدنيه ما كتسمحش لي باش انني نلعب ماتش كبير كيف ما ديال دورتموند. فغادي نتريني فنشوفوا واش غيعطيونا شي حاجه ما غيعطيونيش. على قداك تخيلوا معايا على شويه على شويه كانوا الدراري غيعطيونا نقيطات ماشي مشكل. جوبونس مور هذا الماتش هذا غيعطيونا نقاط وداكشي علاش من بعد غادي نمشيو ان شاء الله للكومونتير نشوفوا احسن كومونتير ونشوفوا فين غنزيدوا هاد النقاط هذا بلا ما تماركي عليا شنو هو الاس تي وانا قلت تماركي. ودابا غادي نمشيو مع الماتش المنتظر ديال تشامبيونز ليغ خويا الزين ما بين الانتر ودورتموند نهار 7 اكتوبر 2025 واللي غادي نلعبوه في سينيالو دونا بارك اخوتي. ماتش اللي ما غاديش يكون سهل ماتش اللي غادي يكون صعيب وصعيب بزاف سورتو اننا خارجين عندهم في تيران وهم كيديروا كلشي باش انهم يربحوا هذا الماتش. لكن ان شاء الله بالعزيمه والاراده ديال داناس وديال الفرقه اللي كنتميو ليها والحب ديال هذا اللوغو الحب ديال هاد اللوغو هذا غنحاولوا اننا ان شاء الله نجيبو غير على الاقل قيطه الدراري ما نخسروش هاد الماتش هذا نقطه غادي تكون الحلاوه ولا قدرنا اننا نربحو غادي تكون شي حاجه اللي زوينه وزوينه بزاف واللي قدرنا اننا نريكيبيريو شويه من الطاقه ديالنا الدراري مع عمرها ديك الخضره او ماكس. ولكن ماشي مشكل حنحاولوا اننا نتقاتلوا راكم عارفين مع توالي المباريات وكيكثروا علينا الماتشات بزاف بس نورمال غادي نعيا. كيف ما كتشوفوا الدراري تقريبا التشكيله هي هذيك دونك تيق فيهم فعلى بركه الله الدراري نمشيو مع هذا الماتش هذا. شوف خوتي انا متحمس انني نلعب هذا الماتش هذا والله. يلا كما كتشوفوا معايا الدراري ديال جمهور ديال دورتموند جاي لهنايا باش انه يحقق نتيجه وانهم يرجعوا في الكومبيتيسيون سورتو انهم خسروا الماتش الاول ديالهم. يلا لوطارو مارتينيز يلا حمس لي الدراري عافاك اخويا حنا محتاجين هذه الموتيفاسيون محتاجين لي زونكوراجمون محتاجين انك تمدحنا وانك تكون القائد ديال هذا الفريق هذا. فشنو كيطلب مني المدرب كيف ما كتشوفوا استغلال فرص اهداف بتمريرات حاسمه وتقييم المباراه. اوكي خصني نحط باس الدراري ونجيب 8.5 في التقييم ناتش ايزي باش تكونوا واضحين الدراري هادشي. اذا ليزيز اند جنتلمان ويلكم تو ذا ماتش بروسيا دورتموند اجينست انتر ميلان. اوسكان الان لعند برانت عند امريكان اسياسي اوه حاولت انني ندخل عليها وانني نزلق لكن كيف ما كتشوفوا الدراري ريميرو تيقوم ماتش زوين. يلا بقى بحالك اخويا ريميرو وحيدين هاد الكواري. اذا اول ركنيه للفريق دورتموند والحمد لله كتخرج ل 5.50 ولا 60 مع 40 صراحه دونك شي حاجه اللي زوينه. الكره كترجع عند امريكان مقطوعه من عند اسي اي 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 ريميرو تيحيد هاد الكره اللي صعيبه وصعيبه بزاف كتمشي ثاني ركنيه لدورتموند الان. يا ربي السلامه وكره كتسونطرا كنحيدها نحاول نحيدها ما كنحيدهاش كترجع عند فاران اللي كيلو بها عليا تيقطعها. يلا اخوتي ما نخليوش لهم فين تيرو يلا الدراري هاكاك شو لا جرينتا اخويا مرحبا داناس الكوار اللي كيموت عليهم الكوار اللي كنعشقهم اخوتي. يلا اخويا لوطارو دخل معايا انا غنحاول نتوغل لوطارو مارتينيز لوطارو يا لوطارو ماذا اضعت. اذا الكره كترجع لعند دي ماركو حمراء سي لاربيط سوري ولكن هذه حمراء راه قسموا لينا ادالي ليه الرجلي مسكين راه صافي راه فدعو خصو شي فوطي غولو عطيه حمراء والله حتى حمراء انت حكم مرتشي والله حتى واخد الرشوه نتايا غيعطيني انا الكفره صعيبه هذه الصراحه صعيبه اخوتي ولكن غنحاولوا حنا فهمت حتى حاجه ما كتصعب علينا حنا حتى حاجه الدراري ما كتصعب علينا غنحاولوا نخشيو فيها رجلينا مزيان صعيبه بزاف بعيده صراحه انه يحط هاد الباس هادي لكن مقطوعه. هنا هادو هما الهجمات اللي كنتظرهم الهجمات المرتده ايها سيدي داناس سيهرب على الله ما تمشيش ليا
شنو درت؟ شنو درت؟ ما درتش والو. والله ما درت شي لعبه. لوطارو بشويه عليك بشويه دوز هكا يلا سير سير عيش كانيش عيش اخويا اخويا راه كيضربونا من الورا خلا ربيط وشنا هو هادشي هذا؟ اه بين لينا يلا دخل فيها دخل دخل اخا قنابري دخل اخويا يلا دي ماركو يلا اخا دي ماركو كما كتشوفوا هذه اخر محاوله بقى دقيقه بقى دقيقه اخوتي بقى دقيقه عطيونا الكور عطيونا الكور عطيوها ليه ما وصلتنيش علاش ما وصلتنيش علاش اي 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 اذا انتهاء الشوط الاول الدراري كيف ما شفتوا الماتش مزير ما فيش المحاولات بزاف وكنا كنتهضروا صراحه زعما غتلعب مع دور تموت في التيران ديالاش باغي بغا دير لي زوكاس وما يمكنش حيت شرك لعب عندهم صراحه هذا شي حاجه اللي لوجيك مي غادي نحاولوا الميطه الثانيه سواء نبقاو بحال هكا سواء نديو الرباح علاش لا علاه كلشي ممكن اذا سيداتي وسادتي لنا عوده في يدونا بارك ستاديوم ملعب دورتموند اذا الكره كتمشي لعند ارانا واش اخا ارانا واش ناري غندي صفره الله ما ديش حمر بعدا الحمد لله الحمد لله خوتي راه خصني نزلك راه شوف كيقول لك يا هو يا كره ما يدوزوش بجوج ما يدوزوش بجوج هاكا خريميرو اخوتي اخوتي ديروا شي حركه كترجع من عند الفاريز الحمد لله بيساك الحمد لله بيساك الدراري كيحيد هاد الكره هادي غنحاول انني نطع عليهم واخا شديني جوج وسط جوج اللعابه شنو غنقدر ندير ضروري عندي شي اوكازيو عندي شي محاوله عندي شي حاجه عندي شي حاجه نقدر نديرها يلا خا قنابري يلا خا قنابري هي خا قنابري هي خا قنابري مزيانه ان شاء الله البيت وا كيفاش لوبيتي عليه شو الدراري كيفاش ديت كره لوبيتي عليه ميمكنش الركنيه الان لفريق انتر ميلان يا ربي ترجع يا ربي ترجع يلا لوطارو وات شي زقل لوطارو نو واي يا الدراري ميمكنش يزقل لينا هذا كيزقل بزاف كيجيو ثلاثه المحاولات تيماركي واحد وتيزقل ثلاثه العقاب العقاب سيكون شديد في هذه اللحظات من الفاريز 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 اي 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 الحمد لله الدفاع يقيد الدفاع يقيد اصلا كتمشي لعند فوفانا الان لوطارو مارتينيز شوفني يا لوطارو شوفوني يا الدراري شوفوني يا خوتي مرحبا شوفوني يا خوتي شوفوني السلام عليكم المشيه مشي مشكل تحت نزلكم ممكن اخوتي شوفوا لي ممكن الا شفتيني غنحط لك بيت عطيني محاوله وحده غنماركي لك بيت السلام عليكم حنا ما عندناش مع الضحك بزاف اخوتي هذا هو اللي كنسميوه اللعاب الافيكاس اذا 1-0 لانتر خارج الديار اذا الكره كترجع الان من عند امريكان لعند الفاريز اي 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 برانت مورا 3 دقائق على تسجيل الهدف الاول ديال الانتر تترجع بروسيا دورتموند بهدف التعادل ما تعطلوش بزاف راه كنلعبوا ضد بروسيا راه كنلعبوا ضد دورتموند اخوتي راه ماشي شي حاجه سهله ريميرو ما عنده ما يدير فيها دونك ما قدرش انه يجيب هذه الكره هذه وكتقلص النتيجه وكترجع النتيجه ديال 1-1 نتيجه صراحه لي ايجابيه علاش ما شتينيش علاش واعره سير هاي باس طويره لهيه يلا ماركي اش كيدير هذا عباد الله اش كيدير ما تدخل يا صاحبي نحاول انا نجيب هذه الكره هذه ما ربما تصدق لنا الدراري شي باكيه هنايا يا ربي كفره الاربيط كفره السي الاربيط الكره كترجع عند بيسيك المحاوله باقه يلا كوبيل في هذه اللحظات كيحيد الكره هذه وكترجع هجمه مرتده الان لعند اديمي كيحاول انه يحطها لسابيستير لعند الفاريز او جيجي يا باستوني يلا اخر محاوله لا ما تعطيش لي بحال هكا الله ياخذ فيك الحق ما تعطيش لي كره بحال هكا ماشي مشكل اخوتي دا كيف ما كتشوفوا كتسالي بالنتيجه ديال 1-1 ماتش صعيب ماتش كنا كنتظروا انه غادي يخرج بهذه النتيجه هذه صراحه نتيجه التعادل كتعتبر ايجابيه لينا سورتو اننا لاعبين ودونا بارك الدراري دونك احنا مرتاحين ورغم انني ما تنديرش الاهداف كاملين الا انا كدي رجل المباراة كي درت ليها والله ما عرفت التقييم ديال المباراة درنا ديال 8.5 اهداف بتمريرات حاسمة ما درنا حتى شي باس حتى لاني ماركيت بيان سور واستغلال الفرص ما درنا حتى شي حاجة في هذا الماتش هذا في كتكتب الصحافة باللي داناس وسجل هدف تعادل الانتر ضد دورتموند ساعدت جهود داناس على المرمى فريقه في تحقيق التعادل بنتيجة 1-1 ضد دورتموند غير باش تعرفوا كون ما كانش البيت ديالي اكون خسرنا هذا الماتش من الاخر وعندنا كونفوكاسيون من والد الركراك اخوتي اللي كيقول لنا بلي راه غادي نلتحقوا بالمنتخب
الوطني المغربي ما بين الفتره ديال 16 اكتوبر و 22 اكتوبر. اللهم بارك. دابا المغرب عاوتاني شوف ضد من غنلعبوا. كيف ما كتشوفوا سيرج غنابري غادي يمشي لالمانيا، يوسف فوفانا مع فرنسا، إغليسياس مع اسبانيا، هو وريميرو داناس المغرب. انا بوحدي اللي مغربي في هذه الفرقه هذه، اصلا كنظن انني المغربي واحد في الدوري الايطالي، هادشي اللي بان لي الدراري بلي شي مغربي كيلعب في الدوري الايطالي. باستوني، باريلا ودي ماركو عطات لهم الطاليان. دونك مزيانه الدراري، باقي كيتيق فينا ولد الركراكي، اللهم لك الحمد. وكيف ما كتشوفوا الدراري الترتيب هو هذا. او سنتيتيان هي الاخره، وا صعيبه الدراري. الباير والريال هما الاولين، مجموعه بي عندك نابولي والبارسا، شي حاجه اللي لوجيك. مجموعه سي توتنهام وليفركوزن، لوجيك. الارسنال واليوفي، لوجيك. البي جي ولايبسيك، لوجيك. ميلان وراكاو، او هذه ماشي لوجيك صراحه. نورمالمون ميلان وويست هام نورمال. الاتليتيكو مانشستر سيتي حتى هي لوجيك. او هادي ماشي لوجيك، هادي ماشي لوجيك اخوتي. اذا كنتراجعوا المرتبه رقم 2 الدراري، الراسي ديال 4 نقاط، في كتصدر سبورتيك لشبونه المجموعه اش ب 6 ديال النقاط، بعد 2 نقاط علينا حنايا، وحنا فيتين دورتموند 3 نقاط. في كيدير ترتيب الفريق الالماني بصفر نقطه. فو واو اوكي، ماشي مشكل ماشي مشكل، باقي لا كومبيتيسيون باقي ما يدار. بلاتي بلاتي بلاتي، عاد شفت واحد 4 نقاط الدراري راهو معطاو ليا نقاط المهاره المتوفره، عطاونا 4 نقاط ما عرفتش فين غندير الصراحه. ولاو تفرقيو عليا، فما غاديش نستغلهم في هذه الحلقه، هذه غنستغلهم في الحلقه الجايه. داكشي علاش اي واحد كيتفرج فيا فراه خاصك ضروري تكومونتي بهذاك الشيء اللي كتفكر فيه، وتعاوننا باش اننا نطلعوا هذا اللعب، حيت اللعب ماشي ديالي انا، ديالكم نتوما الدراري. دونك نتوما شنو اللي كيبان لكم ناقص فيه خليو ليا في الكومونتير، باش انني نطلع الكومونتير ان شاء الله في الحلقه الجايه. الناس اللي كيبان لي الكومونتير ديالهم هادف، يعني غيعاون اللعب ديالنا بزاف. ودابا اخوتي عندنا اخر ماتش في هذه الحلقه هذه اللي غادي يكون صعيب، وصعيب بزاف، اللي غادي يكون ضد اتلانتا اخوتي. اييه كتعتبر كلاسيكو اخوتي ما بين الانتر والمطارد المباشر اتلانتا اللي كيسميوه هنايا بيرغامو، اللي ما كنتش عارفه وسبابكم نتوما اللي تعرفها. فهموني صافي. كيف ما كتشوفوا الدراري 12 اكتوبر 2025 في غادي نلاقيو الدراري المطارد المباشر ديالنا اللي هو اتلانتا، فما كيخصناش اننا نديرو شي نتيجه اخرى من غير شنو، من غير ربح ولا سينو تعادل، بما اننا لاعبين في التيران ديالو واللي هو ستاديو كلاسيكو بلان. ما عرفتش الدراري، بعدا ما عجبنيش الحال انني تعادلت هذاك الماتش صراحه، حيت حنا من نهار بدينا وحنا غير كنربحوا في الماتشات، كان هذاك اول تعادل ديالنا، فصراحه خايل على هذا الماتش هذا، خايف انه نخسروا هذا الماتش وهما انهم يسلقوا سلم الترتيب ويلحقوا لينا. دونك ما خصناش نغلطوا بالرجوله، والحمد لله كنساعدوا الدراري الانرجي ديالنا الطاقه، كيف ما كتشوفوا عامره على عند كاع اللعابه، ما عرفتش علاش صراحه. الوغ كلعبنا الماتش ديالنا ديال دورتموند اللي كيكون في وسط السيمانه، ما عرفتش والله ما عرفتش علاش كيتزادوا كيتنقص. عندكم شي معلومات الدراري عندكم خليوها لنا في لي كومونتير. هادشي اللي كاين كيف ما كتشوفوا ما كاين حتى شي تغيير بالنسبه للتشكيله، نفس التشكيله كنلعبوا بها، محافظين عليها، المدرب انزاكي تيق فيها. حنا تيقين، يلا على بركه الله ونشوفوا شنو غنديروا في هذا الماتش هذا اللي ما غاديش يكون ساهل. بيان سور كيف ما كتشوفوا اللعابه كيخرجوا من لي فيستير. يلا الدراري يلا الدراري، انا تيق فيكم، هذا ما يخلعناش هاد السمكه ولا ما عرفت شنو سميتو، ما يخلعناش ضربنا داك ليماج بدوك الحموريه وداك الشيء، ولكن لو بيز امبورطون هو الكره اللي غادي تجمعنا اليوم. كيف ما كتشوفوا معايا الدراري كيطلب مني المدرب التمارين الهجوميه تجنب الخساره والتقييم ديال 8.5. نوت ايزي الدراري بات غادي نحاول. اهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي من رسم الجوله رقم 8 من الدوري الايطالي، فريق انتر بالعلامه الكامله، 7 مباريات 7 انتصارات. اولى المحاولات كتمشي من عند اتلانتا، اولى المحاولات مع اتلانتا عند بازاليتش. اي شد البدايه هذه، شد البدايه خوت، عند فوفانا عند المدافع ديالنا. هاي دي ماركو ما فيهاش اورجو ولا فيها لوطارو دير شي حركه. يلا الدراري يلا دي ماركو، دي ماركو خويا هزوا لنا كره الدراري، هزوا لنا كره، هزوها، هزوا لي كره، هزوا لي كره خويا، حطوا لي هذيك الكره صافي، بقاش فقصوني اخوتي، حطوا لي كره غنوريكم انا. يلا صافي هكاك، ما كاينش الدراري، حنا ما خصناش نخسروا اي ماتش، وديما الشطيحه ديما الدراري ماشي الاسطوريه ديالنا، حنا ما كنعرفوش الدراري الخساره، حنا ما كنامنوش بشي حاجه سميتها كنخسروا شي حاجه اننا نضيعوا النقاط فاصيل، ما يمكنش الدراري. شوفوا اللوب، شوفوا الباكيه كي دايره، ما يمكنش من اسمها الماه الدراري. السلام عليكم. بلاتي كتفرج في يوتيوب؟ الفازه عامره غابيك والله. وما الدراري او ميم طون، انا كنسجل في الحلقه جاتني ابيل الدراري مع الدراري اللي كيتفرجوا فينا. تقول الدراري ديال اليوتيوب شي كلمه؟ دراري انا كنتفرج معاكم ليس عليكم. الله يحفظك الله يحفظك. داناس خويا فورت مع واحد تحدي لي والو عيط عليه. الله يحفظك ماشي واش داناس وي خويا دير لي
عمران بالمدني ثانك يو سو ماتش. هاو الدراري ما يطلينا ابي الفيديو العز بك امرو. يلا ان شاء الله ان شاء الله. يلا رجعوا الماتش وليتس جو الدراري. انا فرحان انا فرحان صراحه. عرفتي شنو ما باغيش نخسر. بغيت نكمل هاد الدوري الايطالي بزيرو ديفيت بالرجوله الحمد لله. يلا بيسيك يلا جنابري. اوه جنابري اوه جنابري اوه جنابري اوه جنابري اوه جنابري وات او ماي جاد. الدراري شنو كنزقل. نو واي يا الدراري نو. اوكي كتبقى كتمشي عند لوتارو مارتينيز لوتارو مارتينيز لوتارو مارتينيز الان. يلا خد انس يلا خد انس تمارك يا خد انس يلا خد انس يلا خد انس يلا خد انس ليتس جو. اللوب اللوب الرفيع والمشي المشي يا خوتي. حنا مهيبين نتوما مهيبين انا مهيب كلنا مهيبين الدراري. حنا فهاد لاشين مهيبين اخوتي. عرفتي كي كنبانوا الدراري البنادم خليونا الدراري كلنا مهيبين فهاد لاشين هادي. وتحيه لكم هذا بيت تستاهلوا هذا في خاطركم اخوتي. السلام عليكم. ان اتلانتا غيحاول انه يماركي هدف التعادل قبل ما يخرجوا في الشوط الاول. اذا كيف ما كتشوفوا معايا وتدخل ديال جنابري في غتجي اخر محاوله ركنيه الان الركنيه لاتلانتا. يلا يا يلا 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 ميش ماركاش ميش ماركاش كلشي تهز كلشي تهز. حيد هاد الكره حيد هاد الكره يا خويا حيدها صاحبي. او ماي جاد الدراري حتى شي واحد ما كيتهز. لعب بوحدو وسط ربعه اللاعبين غير معقول غير معقول وسط ربعه اللاعبين كيقدر انه يمارك هاد البيت هذا. صراحه دوماج دوماج اننا نشوفوا اخطاء فادحه بحال هكا. فكي خلي المحاوله انها تماركا واننا نستقبلوا الهدف الثاني. اذا جوج جوج ميطا الاولى شي حاجه صعيبه وصعيبه بزاف شي حاجه اللي صراحه ما انتظرناهاش. يعني ان تكون ميطا كامله فيها ربعه البيوت شي حاجه اخوتي راه ما يمكنش. فيلا شوفوا الميطا الثاني شنو غنديروا فيها. سيداتي وسادتي لنا عوده في الشوط الثاني من عمر اللقاء قمه الجوله رقم 8 من الدوري الايطالي ما بين اتلانتا وانتر ميلان. يلا انتهى لي انتهى لي انتهى لي انتهى لي هكاك. هذا هو هذه هي الكره اللي كتعجبني هذه هي الكره اللي كتعجبني. لا لا اش دير هادشي اللي خسرنا الدراري. غيجرع عليا انزاكي. زينه زينه خويا لوطارو زينه خويا لوطارو. يلا الدراري يلا سير 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 شي واحد يدير شي حركه هكاك وسط جوج اللعابه. ما عندي ما ندير ما عندي ما ندير. حاولت الدراري انا ندير شي حركه الصراحه ما كاين ما يدير. ارلوند 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 اي 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 ضغط خيالي الان من اتلانتا. يا ربي سلامة نمشي ونرجعوه بالسلامة. هادشي صعيب الدراري. دقيقة 82 كان غادي تمارك عندنا بيت الصراحة اللي كنا غادي نمشيو فيها كفتة. كترجع الآن ضغط خيالي ضغط خيالي لأتلانتا وعلى ما أعتقد أن الهدف الثالث. نعم 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 هدف الفوز لأتلانتا في هذه اللحظات. كنت عارف الدراري والله يعني أنا اللي خرجت عليهم في الماتش. يلا اخوتي يلا باقي 7 دقائق. يلا سير خلو طارو مارتينيز بعد مني الله ياخذ فك الحق. الا ما بعد مني بعد مني يا مسخوط الوالدين. ها هي اصلاني ماركي الله يرحم الوالدين. ماركي هو الدراري ماركي وليتسكو ليتسكو هكاك هكاك والله كون ما عطاتش ليا البيت البيت ماركا برا هكاك انا كنخرج لكم كواري. جي جي خويا كنابري جي جي هكاك ما بغيناش نخسروا بغينا نديو اللقب هذا ان شاء الله بزيرو ديفيت بولا خساره كمان الدراري. وكنظن ان هذه اخر محاوله اخر محاوله في ما خاصش يتمارك علينا في ما خاصش يتمارك علينا. طوع ليا كره اخويا طوع ديك الكره طوعها طوع 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 اخويا صافي هاني اللهم الدراري 3-3 نتيجه التعادل ولكن بطعم الفوز. صراحه كنا غادي نخسروا هذا الماتش اخويا الزين. وهذه المره مالوروزمو ماشي الام في بي ماشي رجل المباراه اخوتي. مي ماشي مشكل ماشي مشكل كنديروا التقييم ديال المباراه ديال 8.8 شي حاجه اللي زوينه. تجنبنا الخساره حتى لاخر دقيقه دونك شي حاجه حتى هي اللي زوينه. التمريرات ما درتش التمريرات حيت الدراري فريمون اتلانتا كانوا هربانين في تيرانهم صراحه. فرقه محترمه فرقه خاصك تقدرها. اذا الاخوان كيف ما كتشوفوا معايا الترتيب تيولي على هذا الشكل هذا. اليوفي كتقرب منا مالوروزمون حيت هي ربحات الماتش ديالها وكتقلص الفريق لاربعه النقاط في بلاصه 6 ديال النقاط. دونك الدراري ما بلاش صراحه ولكن ما عندنا ما نديرو. اول تعادل ديالنا في السيريا ما عندنا ما نديرو صراحه. كنا غادي نخسروا هذا الماتش هذا وكتعقد الامور فماشي مشكل. كنحافظوا على الصداره ديالنا بالرصيد ديال 22 نقطه اليوفي ب 18 نقطه ليتشي ليتشي اللي طلعت المرتبة الثالثة ب 16 نقطة اللي كتقاسمها مع اتلانتا اللي لعبنا معاه. في المرتبة الخامسة عندنا كل من لازيو ب 15 نقطة وفي المرتبة السادسة نابولي ب 14
نقطه. وبهذا اخوتي غادي نوصلوا للنهايه ديال الحلقه. كيف ما شفتوا الحلقه كانت صراحه جوج فرق لعبنا معاهم صعب، دورتموند واتلانتا، فسي نورمال انا ندينا غير تعادلات منهم، مي ماشي مشكل. لو بلوز امبورطون هو اننا الدراري محافظين على داكشي ديالنا، داكشي اللي حنا غاديين فيه غاديين فيه مزيان صراحه. فالدراري ما تنساوش دوك 4 نقاط فين غنديروهم في الحلقه الجايه، قبل ما تماركيو عليا راكم شتوا الدراري كنماركي في كل ماتش، فممكن انا نماركي لك انت الا تصرتي عليا، دونك انا هو الاس تي انا اللي كنماركي. فخليوا الدراري لي زافي ديالكم فين بغيتو نديروا 4 نقاط الدراري في لي كومونتير. وكيف ما كتشوفوني انا في تونس المغرب، دونك الحلقه الجايه غنلعبوا مع المغرب ضد من مازال ما عرفتش. فاستناو الحلقه ديال نهار 2 ان شاء الله اللي غادي تنزل مع 8 هذا واحد، باش نعوض داك الشيء اللي ضيعت عليكم فهاد السيمانه. اوكي سوا الدراري، هادشي اللي كاين. لعشاش كون حلقه ما تنساوش بيه زر لايك كومونتير، وراه لحقت لكم واحد الفلوق ديال اليو اف سي كان طايف الدراري داكشي ديال بصح، فراه غادي تلقاوها مورا ما غادي نقول لكم تهلاو. اوكي غتلقاوها تماك، فسيرو فولويو الدراري لاشين الثانيه دانا سبور فراكم نتوما تما. واللي ما انتريستش بالفلوغات غتلقاو الجيم ديال كلامبين شي لعيبه اكثر جيم عصباتي. المهم غتلقاو كلشي الدراري مورا ما غنقول لكم تهلاو، وهي اللي غنقول دابا الصراحه دراري دريات كان معكم دانا نقول لكم تهلاو. اي popping like I'm post to, watch out for the people that ain't close to, speak a little something you could toast to, I ain't tryna hear about what you won't do, moving like I'm into, hit the ground